في هذه الحياة هناك الجيد وهناك السيء، وهناك شيء سيء في الجيد وهناك شيء جيد في السيء، وكما يقولون بالإنجليزية You cannot have them all، أي أن الحياة لا تجري حسب أهوائك بل حسب ما هو مقدر لك، ثم حسب تفكيرك وقدراتك وطريقة تعاملك معها. والسر أن تطمح وتتعلم وتسعى، وأيضا أن تتعايش وتتقبل وتتأقلم، والأهم أن ترضى، فكل ما سبق لن ينفعك إن كان الرضا عليك صعب.